لو انت رائد اعمال او عايز تفتح بيزنس بس مش عارف ورق الشركه بيتعمل ازاي او ايه نوع الشركه اللي ممكن يبقى مناسب، لو بقالك مده شغال في البيزنس بتاعك ودلوقتي قررت تتوسع بس مش عارف ايه الشكل القانوني اللي ممكن ينفعك، نويت تفتح مشروع ومعاك ناس هتشاركهم بس مش عارف تضمن حقوقك ازاي وكمان تضمن حقوقهم، سمعت عن انواع شركات كتير بس مش عارف ايه المزايا والعيوب بتاعت كل نوع، قدامك فرصة ذهبية انك تتعامل مع شركة وتقدم لهم خدماتك ومنتجاتك بس طلبوا منك بطاقة ضريبية وانت مش عارف يعني ايه بطاقة ضريبية، سمعت مصطلحات زي الممول، منشأة فردية، شركة توصية بسيطة، شركة تضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، بس مش عارف دول ايه، يبقى خليك معانا في الفيديو ده وهنبدأ دلوقتي. اهلا وسهلا بيكم في قناة سي شو، انا جون فايز والنهاردة هوضح لكم ازاي تأسس شركات الاموال في مصر. لو انت جديد في القناة اتأكد انك تعمل سبسكرايب وتشغل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واي حاجة هنقولها النهاردة في الفيديو ليها لينك تحت في الديسكريبشن. لو انت ما كنتش اتفرجت على الفيديو اللي فات اللي بيتكلم على تأسيس شركات الاشخاص انصحك انك توقف الفيديو ده دلوقتي تروح تتفرج على الفيديو بتاع تأسيس شركات الاشخاص وبعدين ترجع تشوف الفيديو. احب افكركم الاول باللي قلناه في الفيديو اللي فات، بالنسبه لشركات الاشخاص دي ممكن تبقى منشأة فردية، شركة تضامن، شركة توصية بسيطة او شركة محاصرة، ودي بيسموها شركات الاشخاص علشان هي بتتأسس باسمك، ما بيبقاش في فصل بين ذمتك المالية وذمة الشركة. اما بالنسبه لشركات الاموال دي بتبقى يا اما شركه ذات مسؤوليه محدوده او شركه مساهمه او شركه توصيه بالاسهم، ودي بيبقى لها شخصيه اعتباريه منفصله تماما بذمتها الماليه عن ذمه صاحبها الماليه. بالنسبه لشركات الاموال زي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ودي بيأسسها فردين على الاقل وبيكون ليها مجلس اداره، هو اسمه مجلس اداره بس ممكن يتكون على الاقل من فرد واحد، وبتتقسم الحصص او النسب بين الشركاء تقسيم داخلي. يعني ايه داخلي؟ يعني ما بتطرحش في البورصه زي الشركات المساهمه اللي هنشوفها كمان شويه. ومن اهم مميزاتها ودي من مميزات كل شركات الاموال انه ما يقدرش حد يرجع على الاموال الشخصيه الخاصه باحد الشركاء، والسبب في كده انه الشركه بتبقى كيان خاص بذاته او شخص اعتباري قائم بذاته منفصل بذمته الماليه عن ذمه الشركاء. يعني الفلوس بتاعه الشركه منفصله تماما عن الفلوس الخاصه بالشركاء. كذلك لو لا قدر الله شخص جرى له حاجه الشركه مش بتنحل زي شركه التضامن او شركه التوصيه البسيطه، وبيقدر الشركاء في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ان هم يبيعوا نصيبهم بشكل ابسط من شركات الاشخاص. كمان مفيش حد ادنى للتاسيس وملهاش اكتتاب في البورصه زي ما هنشوف في الشركات المساهمه. اما بالنسبه للشركه المساهمه فدي بيأسسها على الاقل 3 مساهمين، ولو ناخد بالنا هنا اسمهم مساهمين مش شركاء، وبتتقسم النسب او الحصص بينهم على هيئه اسهم. وفي النوع ده مجلس الاداره بيتكون على الاقل من 3 افراد، وبتحتاج حاجه اسمها النظام الاساسي، وده بيبقى زي كتيب فيه مين الممثل القانوني للشركه، ايه هي الجمعيه العموميه للشركه، مين مجلس الاداره، وحاجات كتير عشان تضمن حوكمه الشركه المساهمه. طيب ليه الحوكمه الزياده دي؟ علشان ما يبقاش في تلاعب في الشركات المساهمه، وخصوصا انه ممكن يتعمل لها اكتتاب في البورصه. يعني ايه اكتتاب في البورصه؟ مش مهم، المهم انه الاكتتاب ده بيتيح الفرصه لاي حد من المساهمين او اي حد من خارج المساهمين الاساسيين ان هو يبيع او يشتري الاسهم الخاصه بالشركه. كمثال اسهم مدينه الانتاج الاعلامي، اسهم شركه اورنج، اسهم شركه فودافون، او اي شركه اخرى مدرجه في البورصه. الاهم من كده وده اللي بيشكل الصعوبة لبعض الناس في تأسيس الشركة المساهمة إن الحد الأدنى لتأسيسها بيبقى 250,000 جنيه. مش لازم تحط ال 250,000 جنيه كلهم في البنك مرة واحدة، ممكن تبتدي ب 10% اللي هم 25,000 جنيه، وفي خلال 3 شهور تكملهم 25%، وعلى مدار 5 سنين تكمل المبلغ كله، وطبعاً ملهاش حد أقصى، وده بخلاف الشركة ذات المسؤولية المحدودة إنه ما كانش ليها حد أدنى في التأسيس. بالنسبه لشركه التوصيه بالاسهم فده نوع مش مشهور قوي، وفي شبه كبير من شركه التوصيه البسيطه، بيبقى فيه شركاء متضامنين وشركاء مساهمين، وبيقدر اي حد يرجع على الاموال الشخصيه الخاصه بالشركاء المتضامنين، لكن ما يقدرش يرجع على الاموال الشخصيه الخاصه بالشركاء المساهمين. وفيها ميزه انها زيها زي الشركه المساهمه بتقدر تطرح اسهمها في البورصه. لو وصلت لحد النقطة دي من الفيديو وعايز تسألني ايه رأيي في تأسيس الشركة، هل يا ترى تأسيسها تابع لوزارة المالية ولا تأسيسها تابع لوزارة الاستثمار، استكمالا للكلام اللي كنا بنقوله في الفيديو اللي فات. فأنا رأيي انه لو هتفتح محل او هتفتح بيزنس معتاد فخليك في تأسيس المحل او البيزنس المعتاد تابع لوزارة المالية،
ولكن لو هتفتح ستارت اب او تكنولوجي بيزنس فالافضل انك تاسس الشركه بتاعتك تابع لوزاره الاستثمار. السبب في كده ان وزاره الاستثمار بتدي لك اعفاءات كتير، يعني كمثال لو هتفتح مصنع ممكن الدوله تساعدك في استيراد المكن الخاص بيك، تدي لك اعفاءات من الجمارك، تدي لك اعفاءات ضريبيه، او حتى تدي لك ارض بسعر مخفض. مفيش صح او غلط بالنسبه للنوع اللي تختاره لتاسيس الشركه، ولكن كل حاجة بتعتمد على رؤيتك انت للبزنس بتاعك ومدى التوسع السريع اللي انت ممكن تحققه، وكذلك مقدرتك المالية في البداية انك تصرف مبلغ معين في التأسيس. النقطة المهمة انك تقدر تأسس شركات الأموال تابع لوزارة المالية او تابع لوزارة الاستثمار. لو انت حاسس ان التأسيس تابع لوزارة الاستثمار رسومه هتبقى غالية عليك شوية، ممكن تأسس شركة ذات مسؤولية محدودة ولكن تابع لوزارة المالية. والنصيحة اللي حابب اقولها لك في المرحلة دي انه لو انت بتأسس شركة اموال او شركة اشخاص مع اخرين، لازم تقرأ العقد كويس وتستشير حد متخصص في القانون علشان ما يبقاش فيه شروط في العقد تمضي عليها وانت مش فاهمها. اهم حاجة في شركات الاموال انه لو انت بيزنس بتدور على انفستمنت، انه الانفسترز بيحبوا جدا النوع ده، ما بيحبوش شركات المنشأة الفردية، وده يساعدك في عملية توفير الاستثمار للبزنس بتاعك. اما العيب بالنسبة لشركات الاموال وخصوصا اللي بيتم تأسيسها تابع لوزارة الاستثمار، انك بتحتاج تدفع نسبة من رأس مال الشركة وما تقدرش تستردها الا بعد مرور مدة من 3 لـ6 شهور. البونس بتاع النهاردة ان انا هعمل ساعة منتورشيب لرائد اعمال عنده بيزنس او حد عنده فكرة وعايز يشتغل عليها بس مش عارف يبتدي ازاي، وهنختار الفائز بطريقة عشوائية من الناس اللي هتكتب لنا في الكومنتس ايه هو البيزنس بتاعها وايه المشاكل اللي بتواجهها. ولو حابب تزود فرصتك في ان انت تكون الشركة اللي هيتم اختيارها لعمل المنتورشيب، اكتب بياناتك في الابليكيشن الموجودة في الديسكريبشن. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبكم الكلام ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لأي حد تاني ممكن يستفيد. لو حابب يوصلك كل جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشغل الجرس. سلام.